السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هكلمكم عن حاجة اسمها هرمون تكوين كرات الدم الحمراء. احنا اتكلمنا قبل كده عن هرمونات كتيرة، هرمون الذكورة وهرمونات الأنوثة وهرمونات النمو، كل هذه الهرمونات، وما تكلمناش عن هرمون المنشط لتكوين كرات الدم الحمراء، وده يمكن أهم من كل الهرمونات اللي احنا ذكرناها دي، لأنه لولاها لا بتاع الذكورة ولا بتاع الأنوثة هيشتغلوا، لأنه ده اللي بيكون كرات الدم الحمراء، ولأنه بدون كرات الدم الحمراء مش مفيش حد هيبقى موجود، يعني مش هنعيش. فهذا الهرمون اسمه العلمي إريثروبويتين. فخلينا في الاسم السهل اللي هو هرمون تصنيع كرات الدم الحمراء. انا كنت وعدتكم ان انا اعمل الفيديو القادم يكون عن تكوين كرات الدم الحمراء، وده الفكرة دي جاتني مش من الأيام دي، وإنما من عدة سنوات. في حاجة حصلت كده، لقيت إن إحنا في حياتي الطبية أو في حياتنا في أسماء وفي أمراض وفي حاجات في الفسيولوجيا أو وظائف الأعضاء ما كناش نسمع عنها أيام ما أنا كنت طالب سنة 74. ما إحنا درسنا التشريح والفسيولوجيا والحاجات الأساسية دي للطب في أنا درستها في هذه السنة. فبالتالي قلت لنفسي من كذا سنة كده، يمكن من 7-8 سنين أو 10 سنين، ما تراجع الحاجات بتاعت أولى طب، بس إيه تكون من مصدر يكون مكتوب خلال سنة سنتين عشان أشوف إيه الحاجات اللي استجدت. فلقيت في حاجات كتيرة جدا مستجدة إحنا ما كناش وقتها وأيام ما كنا بندرس ما سمعناش عنها. أديكم مثال من الحاجات المهمة جدا مهمة جدا، الإيدز، فيروس الإيدز والإتش آي في، ما كناش نعرف عنه حاجة لحد ما تخرجنا لأنها كانت لسه جديدة. الكبد الوبائي سي، طبعا مش هتكلم بقى على العلاجات، العلاجات دي جت بعد كده بفترة كبيرة قوي. ففي حاجات كتيرة ومن ضمنها هرمون الإريثروبيوتين. يعني احنا تخرجنا كان هرمون الإريثروبيوتين ده كان مجرد كلام نظري، ولما تخرجنا اكتشفوه وبدأوا يصنعوه ويستخدموه في العلاج، بدأنا نمسكه كحقن. فلقيت في حاجات كتيرة جديدة ما دخلتش علينا، ماشي. فقررت ان انا بقى ايه كل كام سنة كده اعمل الحكاية دي. فجيت انا من سنة تقريبا قلت نراجع برضو الفسيولوجي، ما هو مهم الواحد يراجع وظائف الاعضاء الفسيولوجي، ما انت عشان طبيب تعالج امراض لازم تفهم المرض ده، لازم تقارنه بالصحيح، فلازم الواحد يعرف ايه هو ايه اللي بيحصل في الجسم السليم عشان يعرف يفهم المرض. ما هو المرض هو ايه؟ هو الاختلاف عن الطبيعي. يبقى الانسان مريض لما يختلف الامور عنده عن الحالة الطبيعية. فجيت انا من سنة سنتين ببحث كده، لقيت في عالم واستاذ فسيولوجيا ربنا يكرمه ودي له الصحة، معرفش حاليا هو فين، أكبر مننا طبعا سنا، بيتكلم في الفسيولوجيا بس كأنه بيشرح لطلبة طبعا أولى وتانية طب، بس كأن أما سمعته كأني بسمع الشيخ الشعراوي، كل كلمة أو كل معلومة يحاول يطلع فيها حكمة معينة، حكمة أن، وكان ليه جملة كده مشهورة، إن وراء الخلق خالق. أكيد فيديوهاته ما زالت موجودة على اليوتيوب. فبدأ يسترع أو يلفت نظري إلى الحاجات دي، الواحد عارفها بس بدأت أحسها معاه، لأنه كان دكتور المشايخ بتتكلم وي وي وي، بس الواحد تسمعها أو تقرأها كطبيب ومن مصدر طبي بيبقى لها واقع تاني. الكلام ده حصل من سنة، وقررت بقى إن أنا أعمل بعض الفيديوهات اللي بتثيرني عقليا وانا بدرس اساسيات الطب او الطب. فجمعت كام فكره كده بس خدتني الدنيا والانشغالات فما قدرتش ايه اكمل. فجيت الايام دي كوفيد ومش كوفيد والواحد عنده وقت الى حد ما، فقلت نعمل هذه الفيديوهات.
فعملت لكم فيديو كيف تتكون كرات الدم الحمراء، أرجو أنه هو يكون عجبكم، ولو كان عجبكم حطوا لي في الكومنتات أنكم عايزين هذا النوع من الفيديوهات. أنا عارف أن المتابعين عندي هنا كتير منهم نوعية معينة من الإخوة الأفاضل، في كتير منهم المهتمين بالأمراض الجنسية والأمراض الانتقالية الجنسية وما إلى ذلك، لأن ده مجالي واللي اتكلمت فيه كتير، لكن أكيد أنه هيستهويهم أيضا أني أتكلم في هذه المواضيع وهتفيدهم كتير جدا جدا. فياريتهم اللي يفتح القناة ويلاقي فيديو من هذه الفيديوهات يصبر على الفيديو يتفرج عليه، إن شاء الله يعجبه ويساعدوا على فهم المواضيع التي تعني. فعشان اتكلم عن نرجع بقى عشان اتكلم عن تصنيع كرات الدم الحمراء اللي هو الفيديو اللي انا وعدتكم بيه، لازم اتكلم عن حاجه اسمها اريثروبايوتين، وهو ده اللي انا هتكلم عنه النهارده. بس عشان الكلام يبقى سهل هجيب صوره كده واتكلم عليها، لان الصوره اكثر وقعا من الكلام. هو الامور ليها يعني التلقي ليه مراحل، الكتابه اقل الوسائل التصاقا بالمخ، يعني اللي ايه ان الواحد يعمل لها استيعاب يعمل لها ريتينشن، الكلام المكتوب، الصوت، الصوره. ولذلك الفيديوهات والصور هي اكثر الامور انتشارا في السوشيال ميديا. فان شاء الله اجيب لكم الصوره واتكلم عن هذا الريتروبويتين عشان لما أتكلم عن تصنيع كرات الدم الحمراء تبقوا مستوعبين إيه هو هذا الهرمون. فهو الإريثروبايتين أو هرمون تكوين كرات الدم الحمراء، فخليكم معانا تشوفوا هذا الهرمون. هتكلم عنه وعن قصة اكتشافه. أي حاجة في الطب بنكتشفها أو العلماء بيكتشفوها بيكون مروا بأبحاث ودراسات استمرت لعشرات السنين وربما مئات السنين حتى يصلوا إلى ما نحن، إلى المعلومة اللي بين إيدينا النهاردة. نفس الشيء مر على هذا الهرمون، هرمون تكوين كرات الدم الحمراء، وأراء في الأول وأراء تعارضها بعد كده لحد ما يستقروا على وضع معين. زي حكاية كوفيد الأيام دي، في البداية يقولوا الماسكات مفيدة، تيجي دراسة تانية تقول لا مش مفيدة، وزارة منظمة الصحة الدولية الأبحاث الأولية تقول مفيدة، وبعدين تقول لا والله مش مفيدة، يقولوا الدواء بتاع الملاريا مفيد، وبعدين شوية يقولوا لا ده مش مفيد. فهو أي حاجة جديدة فيها كده اختلافات. حصلت برضو في نفس الموضوع بتاع الإريثروبايوتين، فخلينا نشوفه بالصور. يبقى اللي بنتكلم عنه زي ما انتم شايفين في الصورة كده هرمون اسمه إريثروبايوتين. إريثرو يعني أحمر بالمناسبة، يعني إريثرو يعني أحمر، يقصد كرات الدم الحمراء. تين في الآخر معناه بروتين، يعني هو بروتين بيشتغل على كرات الدم الحمراء. ده الهرمون، هرمون كرات الدم الحمراء. بيطلع منين؟ زي ما واضح في الصورة كده بيطلع من الكلى، يطلع من الكلى. العيان اللي عنده أنيميا، لما يكون واحد عنده أنيميا أو عنده سبب يخلي الأكسجين يقل في الدم، يحصل إن الكدني تطلع هذا الهرمون عشان ينتج عدد أكبر من كرات الدم الحمراء، فعشان تشيل كمية أكتر من الأكسجين وتعوض النقص في هذا المجال في الأنيميا. الهرمون اللي بتطلعه الكيدني ده بيروح على طول على النخاع بتاع العظم، على البون مارو بتاع العظم، ينشط الخلايا هناك اللي هي الخلايا الجذعية، تبتدي تشتغل وتتطور وتنقسم وتطلع في النهاية كمية عالية من كرات الدم الحمراء، كمية كبيرة، فبالتالي تتعوض الحالة ويتحسن الشخص. ده كده بالنسبة للوضع بتاع هذا الهرمون وبيشتغل ازاي قبل ما نخش في الموضوع. دي بقى قصة هذا الهرمون، بادي اشوفه من امتى؟ من قبل كده كمان بشوية، من سنة 1890. ايه اللي حصل في 1890 او في يعني سنة فوق او تحت، يعني مش متذكر قوي، لكن هي حوالين 1890. الراجل ده اسمه فيولت، فرنساوي بالمناسبة، عايش عادة فين؟ عايش في مدينة على مستوى سطح البحر. فجه راح لسبب ما في رحلة أو استجمام، راح طلع الجبل
قعد هناك 3 أسابيع. قعد هناك 3 أسابيع وبعدين عمل تحليل الدم عنده. إيه اللي لقاه؟ فوجئ بأنه لقى إن كرات الدم الحمراء اللي كانت عنده قبل كده العادي بتاعها 5 مليون تقريبا، 5 مليون 5.5، لقاها بقت 7 مليون أو 7 مليون ونص. بدأ يفكر في إيه؟ يبقى أنا طلعت الجبل، هذا الجبل عالي، الواحد بيقول له حاجة اسمها هايبوكسيا، يعني نقص الايه ضغط الأكسجين في الدم. الواحد عشان كده أي واحد من الناس اللي عايشة على مستوى سطح البحر لما يروحوا منطقة جبلية 2 3 أيام تلاقي ايه ينهجوا شوية أو نفسهم يبقى شوية مكروش وسريع، ليه؟ عايز يعوض نقص الأكسجين اللي عنده، فبتلاقيه بيتنفس شوية بسرعة. زي مثلا الواحد كان فاكر الحكاية ديت الناس اللي كانت بتبقى عايشة في جدة أو المستوى بتاع جدة مستوى سطح البحر، وبعدين يروح الحتة اللي هي زي الباحة وجبال عسير أبها وما إلى ذلك، يروح هناك يقعدوا كام يوم تلاقي عندهم يعانوا من إيه؟ من صعوبة النفس في البداية لحد ما يتعودوا أو يتأقلموا عليه. فإذا الجبال العالية، هو الراجل بقى قال لك ايه، ده الواحد لما بيطلع الجبال العالية بيحصل نوع من نقص الأكسجين في الدم اللي هو اسمه هايبوكسيا. الهايبوكسيا ديت هو في مخه أو استنتاجه وقتها، الكلام ده من 130 سنة، قال لك دي بتشتغل على نخاع العظم وبتطلع كرات دم حمراء تشتغل مباشرة كده من غير ما يعرفوش بقى فيه وسيط ولا. الكلام بتاعه ده برضو قعد ناس كتير علماء كتير بدأوا ياخدوا ملاحظات حواليه واللي يحاول يثبته واللي يحاول يفنده، لحد ما جه واحد اسمه كارنوت سنة 1906 أو 1905 وستة، عمل إيه؟ عمل تجارب على الأرانب، عمل تجارب على الأرانب، كان في اعتقاده إن الأرنب اللي عنده فقر دم عنده مادة معينة هي اللي بتعمل له الفقر الدم، لكن هو الحقيقة العكس، اللي عنده فقر دم المادة المعينة اللي بيتصوروها بتطلع عشان تزود كرات الدم الحمراء وتعوض ايه فقر الدم. فراح جاب أرنب خد منه بلازما عينة، أرنب ده عنده فقر دم، متوقع ان يكون عنده فقر دم وعنده مادة مسببة هذا فقر الدم، فخد منه عينة وحطها في أرنب سليم، متوقع اللي يحصل ان الأرنب السليم يجي له فقر دم، فلقى العكس، لقى الأرنب السليم كرات الدم حمراء بتاعته بدل ما يجيله فقر دم زادت. فبدأ بنى نظريته اللي هي إن الأرنب اللي عنده فقر دم بينتج مادة معينة عشان تعالج فقر الدم، بتزود كرات الدم الحمراء، فما اداها للأرنب السليم زودت عنده كرات الدم الحمراء، بما إنها بتزود كرات الحمراء كرات الدم الحمراء سماها هيمو بويتين، سماها هيمو، هيمو يعني ايه؟ من بلاد هيموجلوبين، هيمو بويتين يعني بروتين بيساعد على تصنيع كرات الدم الحمراء. الكلام بتاعه ده ما كانش بيعجب ناس ومش موافقين عليه، بعديه تنتهم في هذا الحوار مش موافقين عليه ويعملوا ابحاث ودراسات يلاقوا النتائج على غير ما هو عمل، فيقول لك لا الكلام بتاعه ده مش مظبوط، ده يمكن التجربة بتاعته دي مش كاملة، ناقصة شوية كده، لحد كده لحد سنة 1950 و1960. شوفوا الرحلة قد ايه، من اول هنا لحد 1950 1960. لما جه واحد فنلندي بدأ يعيد الكلام بتاع اخونا كارنوت، ماشي، هذا بدأ يعيد كلام كارنوت. كارنوت ده على فكرة والشركاء كارنوت إيتال ده والشركاء كانوا فرنسيين، بدأ الفنلندي ده يعني ينقي التجارب بتاعت كارنوت ويعملها من تاني ويدرسها من تاني، فبدأ يقتنع وقال لك آه ده فعلا في مادة بتطلع في الدم بتنشط كرات الدم الحمراء، يعني البون مارو مش بيشتغل كده لحاله، لا ده في مادة في النص، يعني النخاع بتاع العظم اللي بيشغله مادة في النص، هذه المادة اللي في النص بتطلع لما الأكسجين ينقص، يعني تطلع مستوى عالي جبال عالية، يكون عندك أنيميا، عندك مشكلة في القلب، الحاجات اللي بتؤدي إلى نقص الأكسجين بتحفز إنتاج هذه المادة.
لحد سنة 1960 وبدأوا يدرسوا على الايه؟ على العيانين بتوع الفشل الكلوي المزمن. ليه؟ لاحظوا ان اللي عنده فشل كلوي مزمن كلهم عندهم انيميا، كلهم عندهم انيميا. احنا اتفقنا ان في مادة في الدم اسمها اريثروبويتين بتحفز وتنشط انتاج كرات الدم الحمراء. فايه؟ كل الجماعة اللي عندهم فشل كلوي مزمن بيبقى عندهم انيميا، كرات الدم الحمراء ما لا تنتج بالشكل الايه المناسب او الكافي. ففي احتمالين، يا اما الفشل الكلوي ده بيؤدي الى نقص هذه المواد او الى نقص هذه الماده الاريثروبويتين او يمنعها. الاحتمال الثاني ان الكليه طبيعيا بتنتج هذه الماده الاريثروبويتين، ولما الكليه تبقى تعبانه ما تنتجهاش. توصلوا الى ان الكليه هي التي تنتج، زي ما قلت قبل كده في الصوره السابقه، الكليه ايه هي اللي بتنتج الهرمون ده. والكلام ده اللي عملوه واستقروا عليه ما بين 1950 و1960. يبقى كده احنا لحد 1960 وصلنا لايه؟ وصلنا الى ان الدم عشان ينتج من نخاع العظم محتاج مادة بتمشي في الدم وفي السوائل الجسم عشان تنشط كرات انتاج كرات الدم الحمراء، وسموا هذه المادة ايه؟ اريثروبويتين. سنة 60 اثبتوا ان هذه المادة الاريثروبويتين اللي بيطلعها مين؟ الكلى. بعد كده الدراسات اثبتت ان الكلى بتطلع 85% منها و15% فين؟ في الكبد. يبقى المصدر الرئيسي بتاع هذا الهرمون ايه؟ الكلى. عشان كده اللي عنده فشل كلوي مزمن ما بيطلعهاش، وبالتالي بيبقى عنده انيميا لان ما فيش حاجة تنشط انتاج كرات الدم الحمراء. طيب من سنة 60 لحد 83 ده بقى الايه الفصل النهائي، حصل لما قدروا يستخلصوا مادة بتقنية على الدي ان ايه، يستخلصوا مادة مشابهة للإريثروبويتين فعاليتها هي هي، سموها ايه؟ سموها إيبوتين. هذه المادة قدروا يستخلصوها وينتجوها بكميات كبيرة ويعبوها في فيالات عشان الحقن. المادة دي لما طلعت حصل كأن ثورة في عالم الطب. أصبح مريض الفشل الكلوي اللي ما كانش فيه أمل منه لأنه بيموت من بسبب الأنيميا معاه، يعني عنده يعني إيه زي ما يقولوا موت وخراب ديار، عنده فشل كلوي وناتج عنه أنيميا. في الفترة دي طبعا تطورت برضو الغسيل الكلوي. كان الغسيل الكلوي بيعمل ايه؟ بيعمل ان العيان يتحسن بالنسبة للكلى ماشي، بس يتنته عنده ايه؟ انيميا. دلوقتي لا، بيدوا يعملوا غسيل كلوي غسيل الكلى ويعملوا ويدوا معها هذه الحقن، فالانسان يتحسن الكلية بتاعته وتتحسن الانيميا بتاعته فيتحسن. الكلام ده هذا المادة بدأت تستخدم على نطاق واسع في كل الحالات المرضية اللي بتسبب أنيميا، السرطانات، مشاكل الدم اللي بتعمل أنيميا، كل هذه الحالات اللي كانت أنها عايشة على نقل الدم لأن ما بتعرفش تكون كرات دم حمراء، أصبحت لما تاخد مادة المشابهة أو المماثلة للإريثروبويتين بتنتج كرات الحمراء، كرات الدم الحمراء، وتتحسن عندها الأنيميا ويتحسنوا صحيا. فكان هذا يعد من الإنجازات الطبية الخالدة التي يعني سجلت مع كثير من الاكتشافات اللي احنا بننعم بيها في الوقت الحالي. وبكده أتمنى أن أنا أكون اديتكم فكرة عن هذا الهرمون وعن تاريخ اكتشافه عشان تعرفوا اكتشاف الحاجات دي بتاخد معاناة قد إيه ووقت قد إيه. وإن شاء الله رب العالمين أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله، وأتمنى إن هو أو إن شاء الله يكون عن تصنيع بقى كرات الدم الحمراء شوية كده بالتفصيل. وخليكم معايا وتابعوني وأشوفكم وأنتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.